السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات من شيفروليه في ابو ظبي. اليوم هنكلمكم عن السياره الاخيره من التاهو ال تي 2020. يلا بينا نشوف مواصفاتها. زي ما حضراتكم شايفين التاهو ال 2020 هي اخر حبه عندنا ولونها ازرق ميتاليك. 2020 من فئه ال تي، بيكون طبعا المواصفات اللي عندنا عليها فيها التشغيل عن بعد، فيها الحساسات الاماميه والخلفيه، فيها كروم على الشبك، فيها ال LED طبعا النهاري، في عندنا كمان الرنجات بتكون كروم قياس 20، وقياس التاير زي ما انتم شايفين 285 على 50 على 20. ده شكل الرنج تمام، اللون ما شاء الله رائع. ودي اخر سيارة للتصفية في بن حموده للسيارات في ابو ظبي، اللون الازرق الجميل. طبعا بيكون في عندنا كمان الكشافات الضبابيه الاماميه والخلفيه احنا قلنا، وفي الاضاءه ال دي امامي. الدبه بتاعتها بتكون اوتوماتيك مع الستوب لايت اللي فوق على السبوير الخلفي. نشوف كمان من الجنب شعار ال تي اناره، في جلد على الابواب. الكراسيها الرئيسيه طبعا بتكون مخمل او قماش، في بلو راي في السقف فوق، شاشة مع الفتحة كمان، تحكم في المكيف الخلفي، وفي فتحات USB و HDMI توصل بالكيبل. شوف من الداخل، تخشيب على الأبواب، سماعات البوز، فول 4x4، فيها رادار أمامي وتنبيه عند الخروج من الحارات. كرسي السائق متحرك، عندنا السده الكول بوكس او حافظ البروده خلينا نقول. الشاشه الرئيسيه طبعا متحركه، في وراها ساعه تخزين، فيها USB ونقدر نقفلها برقم سري. تحكم كامل في الستيرنج مع USB مع البلوتوث طبعا، والكروز كنترول، الميديا كامله، معدات ديجيتال تمام. طبعا السيارة بتكون ماكينة 5.3 V8 355 هورس باور، 6 سرعات اوتوماتيك مع اكتيف فيول مانجمنت، يعني السيارة بتشتغل 4 او 8 سلندر حسب الار بي ام. اخر سيارة موجودة في بن حموده للسيارات، واللي يحصلها ان شاء الله تبقى من نصيبه وتكون بالبركة عليه ان شاء الله. يلا مرة تانية معاكم مهند 050-516-3525 من بن حموده للسيارات، وفي انتظار تعليقاتكم ومكالماتكم. أهلا بكم.